والحاصل أن في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى أن نصلي ونسلم عليه تسليما، والصلاة عليه واجبة في مواضع، منها إذا ذكر اسمه عندك فصل عليه، لأن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. رغم أنف، وش معنى رغم؟ يعني سقط في التراب. الرغامة هي الأرض الترابية. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، يعني إذا سمعت ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل اللهم صل وسلم عليك، لأن له حقا عليك. تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عند كثير من العلماء في الصلاة في التشهد الأخير، فعند كثير من العلماء أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وعند بعضهم أنها سنة، وعند بعضهم أنها واجب. والاحتياط أن لا يجعل الإنسان في صلاته الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الإنسان جعل كل دعاء يدعو به مقرونا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان كما جاء في الحديث: يكفى همه ويغفر ذنبه. ولهذا أكثر يا أخي من الصلاة والسلام على الرسول، يزداد إيمانك ويسهل لك الأمر.